يا هلا ومسهلا فيكم مشاهدينا في يوم جديد لفعاليات المعسكر الصيفي. انتظرونا في فعاليات متميزة لهذا اليوم. من الأهداف اللي يسعى المعسكر لتعزيزها هو مبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال برنامج ضع بصمتك، واللي بتكون اليوم تحت عنوان لا تنظر للكفيف نظرة الرأفة وإنما هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وكيفية التعامل معه. خلونا نلغي نظرة على هذا البرنامج. شنو أنا؟ نحيف. حلو. إيه وعندك غطرة عقاب. إيه. وتلبس ثوب. إيه. وتلبس نظارة. أكيد ما شفتني. بدأنا وياهم بتعريف بسيط عن فن الحركة مع الكفيف، وبعدين عطيناهم فكرة عن استخدام جهاز الآيفون بالنسبة حق المكفوفين، وراح نعطيهم إن شاء الله بعد فكرة عن لغة برايل. حاولنا نشرح لهم طريقة استخدام الآيفون بالنسبة للمكفوفين من حيث الصوت والإضاءة في التليفون وكيفية استخدام التليفون بشكل عام. طبعا هم كانوا مصدقين أن الكفيف قادر يستخدم الآيفون، لكن هو الكفيف يقدر يستخدم الآيفون بشكل جدا ممتاز. إن المكفوف تساعد في كل شيء، وإن حاول إن ما تهين أقل شيء، يعني مثلاً بتاخذ مكان ولا شيء ساعده، بتركب على رفعة ولا شيء ارفع يدك عشان يكون يعرف إن أنت راكب مكان، لكن إذا يعني خليت يدك وأنت راكب مكان يمكن يتعثر ويتعور، وبعد إذا بتنزل مكان نزل يدك عشان بعد هو يحس. ولأهمية التفكير الإيجابي تم تخصيص محاضرة لطالبات المعسكر عشان يتعرفون على أهمية التفكير الإيجابي في تحقيق النجاح. خلونا نشوف مدى استفادة الطالبات في هذه المحاضرة. طبعا احنا علشان نفكر بنظرة إيجابية يجب علينا ان احنا ننظر الى الامور بنظرة إيجابية، نغير تفكيرنا الداخلي، نبدأ صباحا ونقول لنفسنا نعم نستطيع ان نغير، نستطيع ان نتطلع الى الامام بصورة إيجابية. نحاول قدر الامكان نبتعد عن الافكار السلبية، نحاول قدر الامكان نبتعد عن الناس السلبيين. هاي الأمور هذه جدا 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 مهمة. كل ما كان الإنسان محيط اللي عنده ناس إيجابيين، كل ما كان عنده طابع إيجابي ويطلع إلى الحياة بنظرة إيجابية. فإحنا دائما نقول الإنسان لازم يغير ما بداخله أولا على أساس يستطيع يغير الآخرين. التفكير الإيجابي هو التفاؤل، وهو أول خطوات النجاح،
وهو العادات والسلوكيات المكتسبة من خلال المجتمع المحيط بالفرد، ويساعد التفكير الإيجابي الفرد على التغلب على المشكلات من خلال الصبر والتحدي، ويساعد أيضا على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة والسليمة. وينعكس التفكير الإيجابي على الفرد انعكاسات إيجابية من خلال الرضا الذاتي وأكيد الطمأنينة والسعادة. طرق التفكير الإيجابي إنه هو كل شخص في الحياة لازم يكون له هدف معين يبي يوصل له، وفي الحياة في وايد معوقات في الحياة إنه لازم الكل يتخطاه ويفكر بتفكير إيجابي، ما يقول أنا ما أقدر ما يصير. تعلمنا فيها الفرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي، عطانا معلومات ووصل لنا المعلومة بطريقة حلوة وخفيفة. التفكير الإيجابي وطرقه لازم تكونين متفائلة، ولازم دائما تنظرين للأشياء بنظرة ثانية، بنظرة إيجابية، وتبتعدين عن النظرات السلبية. وما زالت فعاليات المعسكر مستمرة، خلونا نشوف باقي المجموعات شنو كانت برامجهم لهذا اليوم. يقدم الأستاذ صلاح أبو دريس ورشة لنتحدث العربية في كتابة القصص ومهارات التواصل، حيث تشجع ورشة العمل الطلاب على كتابة القصة القصيرة وتطوير بعض مهارات التواصل لتكون فعالة، حيث تساعد الكتابة في رفع الثقة بالنفس لتقديم فكرة وإعطاء نقد بناء مع معرفة التعامل بشكل احترافي مع النقد الموجه. كل هذه التدريبات تتم من خلال ألعاب تفاعلية وأنشطة جماعية ورسم وتلوين وتمارين دراسة الحالة، كل ذلك من أجل تعزيز شغف الكتابة القصصي. منظر الحلويات الشهية من إعداد طالبات المعسكر. اليوم بنات نطبخوا الحلويات بطريقة مبتكرة بالاعتماد على التطوير الذاتي للوصفات وإضافة اللمسات التشكيلية الجديدة من أجل تنمية مهارات الطالبات للإبداع في الأصناف المعدة مسبقاً وابتكار أصناف جديدة بطرقهم الخاصة. اليوم تعلمنا شلون نسوي الكريب والبانكيك. طبعا مكوناته كانت وايد سهله، كانت طحين وحليب وبيض. وايد استانس اليوم، كانت تجربه وايد حلوه. يتعرف شباب المعسكر على فن القيادة من حيث المفهوم وصفات القائد وكيفية العمل الجماعي وبناء الفريق وتطوير مهارات التفكير العليا ومهارات التفكير النقدي، مع تكوين الشخصية القيادية لدى الطالب وتمكينه للقيام بالأعمال الابتكارية.
يقدم الدكتور بشار سليمان استشاري جراحة لثة وزراعة وتجميل الأسنان محاضرة لشباب المعسكر بعنوان أعتني بأسنانك، وتهدف هذه المحاضرة لتوعية المريض بأسباب رائحة الفم السيئة وكيفية الوقاية منها وأسباب هذه المشكلة الصحية وكيفية علاجها ومتى يجب مراجعة الطبيب. فعاليات خيرية تعليمية تطوعية وأكيد ترفيهية وابتكارية وصحية كانت من ضمن فعاليات المعسكر لهذا اليوم. وصلنا معاكم مشاهدين الكرام لختام رسالتنا لهذا اليوم، انتظرونا غدا في رسالة جديدة.